مين بتحب فيهم اكتر واحد؟ محمد الشناوي. الحارس محمد الشناوي. نفسي اطلع عنده اسافر واشوف كيف بيلعب، كيف عقله، بس اشوف هو كيف بتدرب. بديش اشوف. الحمد لله، والله الحمد لله. ايش اخبارك؟ كله كويس؟ انا كويس الحمد لله. انا شفتك النهارده، نفسي واروح عندك واتدرب معك. يا على طول ان شاء الله اعرف فرصه، والله اجيبك عندي ان شاء الله واشوفك كده ان شاء الله. خلص بس البطوله دي كده ونشوف سلامه، واشوفك على خير ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله تروح على مصر ومعك الكاس. يا رب ده كده يا رب ان شاء الله. يعني الدعوه دي كل حاجه بصراحه، يعني احنا محتاجين الدعوه بتاعتك دي حاجه. يا بابا يجيب لي زي الاهلي، لما جاب لي لقيت بالكسر راح كل الزي. زي الاهلي المصري. تحب الاهلي المصري؟ كتير. مين بتحب فيهم اكتر واحد؟ محمد الشناوي. الحارس محمد الشناوي. نفسي اطلع عنده اسافر واشوف كيف بيلعب، كيف عقله، بس اشوف هو كيف بتدرب. الحلم تبعك اتحقق يا علي، خلاص الحلم اتحقق. قال الكابتن وهي علي.